بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولسه الحرارة شديدة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، ومائل الحرارة رطب على باقي الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الجو هنتعرف عليها من تليفوننا مع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك على أخبار الطقس النهاردة، وهل فعلا في فرص سقوط أمطار على بعض المحافظات أو المدن، وهل كمان في ارتفاعات شديدة ممكن تحصل خلال اليومين اللي جايين، وخاصة أن المسجد الحرام والمملكة العربية السعودية تعرضت النهاردة لبعض الأمطار؟ طب خلينا نتكلم بالفعل عن درجات الحرارة. يمكن احنا ان شاء الله خلال هذا الاسبوع وابتداء من غدا ان شاء الله هنبدأ نشعر بانخفاض طفيف جدا في درجات الحرارة بحوالي درجة، لان متوسط درجات الحرارة خلال هذا الاسبوع هتتراوح ما بين ال 34 وال 35 درجة مئوية، لكن ارتفاعات نسب الرطوبة اللي هتفضل مرتفعة معانا على مدار هذا الاسبوع هي اللي هتخلينا نحس بالاجواء الحارة الرطبة على المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري. ده طبعا خلال فترات النهار الأجواء هتظل شديدة الحرارة خلال فترات النهار على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. خلال فترات الليل أيضا هنحس بارتفاع نسب الرطوبة والأجواء المائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية. في بعض الساعات اللي هي الساعات المساء والساعات الأولى من الليل هيكون في نشاط لرياح سرعته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلومتر على الساعه، فده هيساعدنا على عدم الاحساس بنسب الرطوبه، فبالتالي هنحس معاه بالاعتدال في الاجواء وانخفاض في درجات الحراره. بالاضافه كمان ان احنا ان شاء الله متوقع اليوم ان فرص الامطار تزيد وكمياتها تكون او تتقدم لمناطق اكثر اليوم على المناطق الجنوبيه. احنا كنا نوهنا ان في فرص سقوط امطار على بعض المناطق من اقصى جنوب الصعيد زي اسوان وابو سمبل، المجرى الملاحي، بعض المناطق كمان من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين، مرسى علم، القصير، بعض المناطق كمان من جنوب سيناء. هي كلها فرص امطار خفيفه لكنها تكون رعديه احيانا، وطبعا مع السحب الرعديه هيكون في بعض اثاره للرمال والاتربه بسبب الرياح الهابطه. فرص الامطار دي هتبدا من اليوم وان شاء الله تستمر معانا اليوم الثلاثاء القادم. ان شاء الله ذروتها هتكون يوم الاحد غدا باذن الله، لكن هي تكون غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. الاجواء الحمد لله في المناطق الشماليه مستقره تماما على القاهره الكبرى والسواحل الأجازة اليوم على المناطق الشمالية، وحتى كمان المناطق الجنوبية رغم ارتفاع درجات الحرارة اللي بتوصل فيها ل 44 درجة مئوية اللي الأجواء هناك أجواء مستقرة فيما عدا سقوط الأمطار. طبعا الأكيد أن ارتفاع نسب الرطوبة العالي هو اللي بيزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. يعني احنا اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، مع ارتفاع نسب الرطوبة هنحس بيها لو تكون 37 و38 درجة مئوية، لأن نسب الرطوبة في شهر 8 بتكون أعلى من شهر 7 كمان. صحيح. بس مهم جدا ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر. الفتره دي بتسجل اعلى في اعلى درجه حراره فيها على مدار اليوم كله، فمهم جدا تجنب اشعه الشمس المباشره. بحدثنا عن ارتفاع الرطوبه، نسبه الرطوبه، هل بالفعل كمان في شبوره مائيه؟ بالفعل مع ارتفاعات نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح في الساعات المتأخرة من الليل هيكون في تكون لشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، وهتأدي كمان لانخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق. فمهم جدا ناخد بالنا ونحذر السادة قائدي المركبات والمسافرين على الطرق اللي بيحبوا يسافروا في الصباح الباكر القيادة بهدوء تام ونتبع كافة التعليمات المرور مع وجود الشبورة المائية. ربنا يسلم الجميع دايما. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا نتعرف مع بعض على درجات الحرارة بالتفصيل النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 35، الصغرى 24، اسكندرية 31 24، مطروح 30 24، سيوة 35 23، بورسعيد 32 25، دمياط 33 25، الإسماعيلية 36 24، السويس 35 24، العريش 33 24، كاترين 34 19، طابة 37 27، شرم الشيخ 40 29، الغردقة 39 28، الفيوم 37 24، بني سويف 37 24، المنيا 38 24،
أسيوط 38-25، سوهاج 39-25، قنا 43-27، الأقصر 43-28، أسوان 43-29، الوادي الجديد 43-26، شلاتين 37-29، وأخيرا حلايب 34-26. حبينا نطمن حضراتكم عن حالة الجو النهاردة. أعتقد إن احنا يعني بنأكد مرة تانية إن احنا ما نكونش في ساعات النهار من الساعة 11 للساعة 4 متعرضين للشمس المباشرة، ونحاول نشرب كميات كبيرة من المية خلال ساعات النهار. هرجع مرة تانية لأحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح خير يا مصر. شكرا لك يا دينا، والشكر موصول طبعا لدكتورة منار غانم.